بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إزاي تخلي أولادك أصدقاء حلوين؟ كلنا نتمنى لعيالنا أحسن أصدقاء، بس ما تزعلوش، ساعات عيالنا ما بيكونوش أحسن أصدقاء. في ابنك ممكن يكون يعني أناني في علاقاته بأصحابه، فتلاقي أصحابه ابتدوا يبعدوا عنه. عاوز قبل ما أقوله اختار أصحابك، عاوز أدي ابني صديق هدية لأي حد. يعني ايه صديق هدية بقى؟ يعني ايه ابني ده فعلا يا بخت اللي صاحبه، او بنتي دي يا بخت اصحابها بيها. لما ابني وبنتي يكون بيحب بجد، عنده طاقة حب، بيعرف يسمع مش بيتكلم بس، وبيعرف يحس بصحابه وغزي دي فيه، ويبقى نفسه يشتري حاجة حلوة لصاحبه اشجعه، ما اقولوش خسارة الفلوس خليها لك، انا بهد الصداق وماله حبيبي. لما يقول لي ممكن أكلم صاحبي الأحسن، بابا تعبان، كلمه حبيبي، كلمه شاطر، أنا بشجعه على الاهتمام بالآخر، فهو نفسه صديق حلو. بعدين يجي يحكي أقول له بص أنت استأذنت صاحبك تحكي السر بتاعه لبابا أو ماما، ما تحكي ليش في الحتة اللي هو ممكن يزعل. هو هيحكي كطفل، بس تربى في ذهنه صحيح، السر اللي ما يخصنيش مش من حق أطلعه. لما أصحابه يعرفوا كده حبوه قوي، لأنه بيطلع الأسرار بحساب، لأنها مش حاجة تخصه. كمان الصديق اللي ما يبقاش تقيل على أصحابه، أقول له حبيبي أنت مش كنت عندهم مبارح؟ بلاش كل يوم، ممكن الناس تزهق برضه، خليهم هم اللي يقولوا لك تعالى. يبقى أنا علمته يبقى صديق خفيف، يا بخت منظره خفف يعني، فهو كده مش تقيل على الناس. في حاجات احنا مش بنقولها لعيالنا، مع انها قواعد بسيطة قوي تخلي كل اصحابه يا سلام، ابني ده صديق محبوب للكل. اللي يعرف يطلع ابنه صديق حلو ريح ابنه بقيت عمره، لانه معناه كل الناس هتحبه طبيعي، واصحابه دول هيتباروا في ان هم يطلعوا جدعان معاه لانه صديق جدع. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.